السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس أحمد وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على سوليد ووركس. درس النهاردة تمارين رقم 82 من سلسلة 200 تمارين على البرنامج. هنفتح البرنامج وهقول له نيو بارت وأقول له أوكي، وهبدأ أرسم في الفرونت بلان سكتش ريكتانجل هنا كده في المنظر ده، هقول له سمول دايمنشن إن الطول ده كده 35.9، الارتفاع عندي 8 ملي، وهقول له فيتشر اكسترود على 1 ملي وهقول له صح. هبدأ بقى كده اعمل فيه شوية فتحات. انا هقول له سكتش هنا مثلا، هرسم ريكتانجل كده فيه بالمنظر ده، وهرسم دايرة هنا كده، هقول له ان الدايرة دي قطرها 2.3، والمسافة من الدايرة من سنتر نقول له المسافة ايه مثلا، من سنتر الدايرة لفوق، او نسيب الدايرة دي دلوقتي عشان في حاجات بس هتتقسم معتمدة عليها. احنا ممكن نعمل ايه، ممكن ونشيل كمان الريكتانجل ده، احنا ممكن نعمل دوائر. يعني هقول له مثلا ان في دايرة هنا، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة 6 دوائر كده. هقول له ان قطر الدايرة الواحدة 8 من 10 ملي، هعمل ايه بقى، هكليك على اول دايرة كده كنترول دي ودي اخليهم ايكوال بالمنظر ده، وبعد كده النقطة دي كنترول مع دي، وبعد كده كنترول دي ودي، يبقى كده كل البوينتس اخليهم هوريزونتال بالمنظر ده. هبدأ بعد كده احط اول سمارت دايمنشن ان المسافة من الدايرة من هنا اللي هنا دي كده هتبقى 5، ومن هنا لهنا، او لا خلينا من هنا لحد برضو هنا دي كده 12.3، ومن هنا لهنا تبقى 19.7، ومن هنا لهنا 27.1، ومن هنا لهنا 34.4، ومن هنا لهنا كده هتبقى 35.9، لا في حاجة أنا سقطتها، هي دي كده 5، وكده 12 و3، 19 و7، 27 و1، 34 و4، 1 3 4 5 ست، 1 2 3 4 5 6، من هنا لهنا 5، وبعد كده من الأول للتالتة 12 و3، من الأول للرابعة 19 و7، من الأول للخمسة 27 و2، وبعد كده 34 و4، 4 5، خمسة 27 و1، وبعد كده 34 و4، 35 و9 دي اللي هي كلها على بعضها، يعني أنا هشيل دي كده. طيب فدي كده لو اتحركت كده كده مظبوطة. طيب هي المسافة من هنا لحد السنتر كده، دي كده هتبقى 6.5 على 2. جميل. المسافة بقى الأفقية
يبقى 1.5 على 2، يعني 75%، يعني المسافة من هنا لهنا 1.5 على 2 كده. دي مظبوطة 100%. هعمل له فيتشر سترود كات المنظر ده، وبعد كده هقول له ريفرنس جيومتري بلان، وهحدد بلان في النص بين السطح ده والسطح ده، واقول له صح، وهعمل ميرور للفيتشر دي about البلان اللي انا عملته، واقول له صح بالمنظر ده. طيب جميل، اجي اعمل بقى سكتش هنا كده، هرسم ريكتانجل من هنا لهنا كده، وهرسم دايرة هنا كده، هقول له ان الدايرة دي هنا هختار select mid point، كنترول مع الدايرة، كنترول مع النقطة اللي هنا دي كده، يكونوا كلهم horizontal بالمنظر ده، وهقول له ان هنا في center line من هنا لهنا، وده يكون vertical، ولا لا ممكن اخليها، لا مش من هنا، ممكن اخليها مثلا center line من الطرف هنا كده لحد هنا، واخليه ده vertical بالمنظر ده، واخلي طول الريكتانجل ده 30.5 بالمنظر كده، الارتفاع بتاعه ده 4.5 كده. انا خلصت الريكتانجل معايا، هاجي بعد كده الدايرة اللي هنا دي هنحط ان قطرها 2.3 والمسافة من هنا لهنا دي كده 1.4، هقوله فيتشر سترود كات بالمنظر ده، واقوله صح، وهعمل هايد للبلان ده، وهاجي اعمل فيلت على راديوس نص للأربع أركان اللي داخلي اللي جوه ده، وأقول له صح. وممكن أعمل كمان فيلت على 7 من 10 للأربعة الخارجي اللي بره، وأقول له صح على كده. بقيت الرسمة كده كاملة معايا. كليك يمين على الماتيريال، إديت ماتيريال، خليها مثلا كاست ألوي ستيل، أبلاي، كلوز، إيفالويت ماس بروبرتيز. حاليا الكتلة بتاعتي 1 جرام بس و2 من 100. بده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لو حد عنده أي سؤال أي استفسار ابعتلنا صفحتنا على الفيسبوك learnsurs arabic، وأرقام التليفونات والإيميل موجودين أسفل الشاشة. شكرا جزيلا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.